هذه غادي نحيدوها له هكا كومبلي باش الا كانت فيها حتى شي دوده ولا شي هذه ينبت المنشوده كنحيدها بجدر. شتي هاد البيوضية اللي كتشوفو هادي هي باش كيبني العش وكيتغدا هو. هاد النباتات عندك بحال هادو هادو هما اللي كيعجبو المقلي. هادي عامرة حب كيما كتلاحظ معايا عامرة حب اللولة. هاد النبتة نبتة القريص او الحريقة هذه حتى هي كيبغيها المقلي. هذا النبات هذا زوين هذا نوريكم كيفاش غتستعملوا هذا الشيء. نجمعوا بعد النباتات اللي كيتغدى عليها نشوفوا هنايا هنايا كاين الاولى هذه النبتة هذه كيتغدى عليها الحسون ها واش كتبان لكم ولا لا. هاد النبتة هادي زيد ها نوريكم النباتات اللي كيتغدى عليها الحسون. خليكم هادي هاد الاوراق ديالها شتي هادي هي حماق عليها فيها الحليبية النباتات الحليبية زهرة الهندباء مثال كاين عاود هادو هادو هاد البودور تحت هاد الوريقات هادو راه بحال الخص هاد الطريين هادو راه بحال الخص هادو راه كياكلو. بقيت ديال التزاوج انا كنصحك هي اللي غادي تعطي الديار ها هي هادي هي النبتة المنشودة كنحيدها بجدر هاللولة. صحاب المسارح راهم عارفين هاد القضية اللي عندو السجنة مربي فيها الطيور راه كيستعمل كاين شتي حتى بحال هادي هادي راه كيتناولها هادي عطيها له. انا ما عنديش السجنة عندي غير القفص اللي كيربي الحسون في القفص القفص ديال السيباراسيون عليه غير بنبتة الحريقة زهرة الهندباء هادو هادو هاد البراعم هادو كيعجبهم احماق على هادشي. شتي هاد البيوضية اللي كتشوفو هادي هي باش كيبني العش وكيتغدا هو على البودور ديالها هانا واش كيبان لكم ولا لا ها باش كيبني العش طائر الحسون بهادشي. نزيدو نجمعو لهم هكا شي طويسة بحال هكا وكتعمرها لي وديرها في القفص بعدا نزيد نعمرها هاي دابا هادي المباشرة هادي عامرة حب ها شتي هاد الحب اللي فيها الزريعة هادي كيتناولها هادشي كيتناول هادشي اللي كيتناولها هادشي كيحماق شي باش كيبني هو العش وكتكون بعد الديدان كتكون بحال هكا في النبتة والديدان كتغدى عليها ونطوها تا هما غتحيدها بحال هكا وتلوح وتحطيها دابا غادي نختارو غادي نعزلو كيفاش غادي نخدمو له هاد النبات. كاين شي بعض غادي نحيدو لهم داك الوريقات الكبار الورقة بحال هادي مخصهاش تبقى هادي أنا غنعطيو له غير لي غياكل هادي الحبة هادي أنا مبارك أنا مقانن اللهم بارك. هادو علفات هادو أنا صوبتو لهم راهو مع علفات الطائر الخضري اللهم بارك راهو الحسون الأخضر راهو Thank you.